السلام عليكم لي شيف. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ان غاطو اللي سميتو لا نوازيت, اللي غادي يكون سو فورم دو نوازيت وفيه ثلاثه ديال لي زيتاب. ليطاب الاولى هي بسكويت اكوا شوكولا, ليطاب الثانيه بخاريني ميزون, ليطاب الثالثه موستو نوازيت. دونك اول ايطاب فيه هي لادا كوا شوكولا, لو بسكويت اكوا شوكولا اللي غنحتاجو فيه البيض التبويض, سكر سمول, سكر غلاس, بودر اموند اكفيل, لا فارين و شوكولا نوار 72% هاشي. دونك غنديرو لي بلون ديالنا يطلعو كيف ما ديما, نديرو اون ميرين. نمونطيو لي بلون ديالنا بشوية بشوية. ابخي غنميلونجيو لي ماتيير سيج كاملين اللي هما السكر كلاص, لا بودغ داموند اكبيل ولا فارين, ونزيدوهم على لا ميرانغ. اخر حاجة نزيدو لا كوفيرتور شوكولا نوار 72%, وندريسيوها في لا بلاك ديالنا وندخلوها للفور طيب في درجة الحرارة 170 مدة 15 دقيقة. دونك لا ميرانغ ديالنا طلعت دابا, كنشوفوها راه طلعت لا تيكستيو اللي بغينا. كما كتشوفوا داك لو بيك وازو اللي كنقولوا ليه كاين. دونك هذه هي لا تيكستيور مزيانه ديال لي بلون. نزيدوا لي ماتيير سيش كاملين اللي هو سوك غلاس, لا بودغ داموند اكبال ولا فاريز. نبدا لو ميلونجي هذه بشويه بشويه. ونزيد لي شوكولا هاشي في الاخر. و لو بيسكوي ديالنا هو واجد كما كتشوفوا. دونك دابا غندريسي في اون بلاك وندخلو الفران ديالنا درجة الحرارة 170 مدة 15 دقيقة. دونك ناخدو اون بلاك نديرو فيها اون فوي ديال السيليكون بحال هكا, و ندريسيو البيسكوي ديالنا. دونك كما كتشوفوا الطريقه ديال الدريساج ديالو كيكون شويه طالع غلط. قلنا ندخلو لفو درجه الحراره 170 مده 15 دقيقه, وندوزو للمرحله الثانيه اللي هي لو موستو نوازيت. دونك المرحله الثانيه ديالنا في لو غاطو لا نوازيت هي لو موستو نوازيت, غادي نحتاجو فيه لا كريم, لا بات دو نوازيت, شوكولا بلون بيستوبيل اكبيل و لا ماج جيلاتين. دونك لا ميثود ديالها سهله, نديرو لا كريم اي بوليسيون وغادي نفيرسيوها فوق لي زانغريديون كاملين ثلاثه. دونك هنا غادي نخلطو لا بات دو نوازيت مع الشوكولا بلون بيستوفيل و لا ماج جيلاتين اون ديغني. دونك اون فوا لا كريم غلات كنخويو على الشوكولا بلون بيستوفيل و لا بات دو نوازيت, و كنحركو باش يدوب هداك الشوكولا مع لا بات دو نوازيت. نزيد لا ماج جيلاتين بحال لي غاناش مونتي اللي صايبنا في لي روسيت اللي دازو, حتى هي كنبريباريوها لا في كنخليوها تروبوزا, ابخي ملي كنبغيو نخدمو بها كنمونتيوها في الباتور. دونك لا كريم نوازيت ديالنا واجدة, غنديرو لها بابي فيلم وندخلوها للثلاجة تبرد, تبات على خاطرها وتبرد وتوصل لا تمبيراتور ديالها 4 دوغري. دابا غندوزو للمرحلة ديال المونتاج ديال لو كاطو ديالنا لا نوازيت. دونك لا كريم نوازيت ديالنا كيما كتشوفو لا تيكستيو ديالها بحال هكا. دونك غنمونتيوها دابا في لاباسيل, غنمونطيوها. غناخدو لي مول, غناخدو لي مول فاش غنخدموهم هادو على شكل دومي سفير, و غنجيبو لو بيسكوي اللي صيبنا داكواز نوازيت و لو بخاريني ميزون اللي صيبنا. دونك لو بيسكوي داكواز نوازيت اللي صيبناه هو هذا, كيكون على هاد الشكل قطعناه دواور. لا كريم ديالنا طلعات وجدات, عندنا ان بخاريني ميزون اللي هو هذا. دونك دابا غادي نبداو في المونتاج ديال لا نوازيت ديالنا. دونك غادي ندير ثلاثه هنايا وثلاثه هنا, من بعد غادي تفهموا علاش غنديرها. دونك كنعمر لا مواتي هنايا. دونك من بعد ما عمرنا شويه هادو غنليسي جناب. ناخذ البقاليني ميزون اللي صيبت وغادي ندير واحد شويه في الميليو,
وناخذ ان ديسك ديال البسكوي ونعاود نسد بلا كريم. غادي ندير باغي هنايا لا ميم شوز. وندخلوا للسيرجي اللي قصح وندوزوا للمرحله ديال الفينيسيون ديالو. دونك لي نوازيت ديالنا لصقناهم بحال هكا في السيرجال، دونك كيجيو كتجي من بول. خلينا واحد شويه ديال لاكريم هي باش غادي نفينو لا نوازيت ديالنا. غنديروا واحد شويه الفوق وناخذ لا سباتول باش نعطي هذاك ليفي ديال النوازيت ونعاود نرجع للسيرجال. دونك كما كتشوفوا كنحاولوا نديروا لها النرفي باش تكون تجي شويه كتشبه لا نوازيت. وندخلوها للسيرجال دابا ونوجدوا المرحله الاخرانيه اللي هي لا فينيسيون ديالها. دونك لا نوازيت ديالنا وجدوا، وجدنا لو بور دو كاكاو والشوكولا اون صوص ديال البيستولي اللي فيها 50 50، وعندنا لا بودغ دو. دونك غادي ناخذوا لي مول ديالنا وغادي نديروا ديتخي بلا فورشيت وغناخدو لا بودغ دوغ دونك نتسناو حتى تفيجي شويه فراسها شد فراسها ونبداو نديرو ديتخي بوغ هذاك لو غابيل ديال وناخذوا لا بودغ دو. نتمنى تكون عجبتكم الفكره وعجبكم الشكل وبصحتكم وراحتكم.